بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة السالفة وقفنا مع المؤلف رحمه الله في قوله عن حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقد نهى النبي يعني في وجوه المنع عن النهي عن التشبه بأهل الجحيم، قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولأن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى: ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الشيخ رحمه الله ساق حديث عمرو بن عبسة في بيان مواقيت الصلاة وأوقات النهي، ومنها عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها في هذين الوقتين، فنهى المسلم أن يصلي في هذين الوقتين حسما لمادة التشبه بهم، وإن كان المؤمن يصلي لله وهم يصلون للمخلوق. وأيضا المسلم قد لا يعلم أنهم يسجدون لها في هذين الوقتين، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا حسما لمادة التشبه بالكفار. فهذا من أعظم الأدلة على تحريم التشبه بالكفار، لا سيما في عباداتهم. وأيضا هذا فيه سد لذريعة الشرك، فإن المسلم إذا تشبه بهم وإن كان في أول الأمر لا يقصد السجود لغير الله، لكن قد يأتي من يجهل هذا الحكم من المسلمين فيظن أن المسلمين يوافقون الكفار في هاتين العبادتين الشركيتين. النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق المفضي إلى الشرك. فهذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان: فائدة الأولى تحريم التشبه بالكفار وإن كان المسلم لا يقصد ما قصدوه أو يجهل ما يقصدونه، والفائدة الثانية سد الوسائل أو منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. ومما يؤكد النهي عن التشبه بالكفار أن المسلم وإن كان لا يقصد إلا الله عز وجل،
لكن إذا تشبه بهم في صورة العمل فهذا وسيلة إلى أن يتشبه بهم أو يأتي من يتشبه بهم من المسلمين في حقيقة العمل، لأن الوسائل تفضي إلى الغايات المحرمة. ومن ذلك أن من الصابئة المشركين من يتقرب إلى الكواكب ويسجد لها ويبنون لها الهياكل، كما في قوم نمرود من الكنعانيين الذين هم بأرض بابل، أنهم يسجدون للكواكب ويعبدونها من دون الله. فالمسلم منهي عن التشبه بهذه الطوائف. نعم. قال: وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها. نعم، بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام، وهو الفخر الرازي المشهور، ألف كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وذكر فيه هذه القبائح، ولا يليق هذا به، لكنه فعل هذا إما من باب التكثر في التأليف، أو أنه قصد بذلك ترأسا في العلم أو غير ذلك من المطامع. فالحاصل أنه مخطئ في هذا، غفر الله لنا وله. ويروى أنه تاب من هذا، نرجو ذلك، ولكن القصد ليس القصد هو هذا الرجل، وإنما القصد هو تجنب هذه الأمور والبعد عنها، تحذير منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. نعم، مخاطبة النجوم والتقرب إليها من السحر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فعبادة الكواكب من أعظم السحر، والسحر معروف قبحه وشناعته في الإسلام، وأنه كفر تعلمه وتعليمه، وهو طريقة هؤلاء الكنعانيين الذين يعبدون الكواكب في عهد النمرود في أرض بابل من العراق. وبعث الله إليهم خليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم عبادتهم للكواكب، وكان منهم ما كان من المقابلة السيئة لخليل الله، إلى أن انتهى الأمر بهم إلى أن أوقدوا له نارا وأرادوا تحريقه فيها، ولكن الله قلبها بردا وسلاما على إبراهيم، ونجاه الله من كيدهم ونصره عليهم. نعم. قد يتساهل بعض الناس في السحر يا شيخ، يجدونه في بعض البلدان، فيتساهل أن يذهب يسأل ساحر. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، رواه أهل السنن. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا سؤالهم، مجرد الذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب، ويمنع قبول الصلاة 40 يوما عقوبة له. فإذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق الكهان والذين يدعون علم الغيب. فالخطر عظيم، والسحر آفة خطيرة، وهو آفة الأمم السابقة، حذر منه
حذر الله منه هذه الأمة، وبين أنه من حرفة اليهود. قال تعالى: في اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا من عمل اليهود ومن عمل الشياطين، تعليم تعلم السحر وتعليمه من عمل اليهود ومن عمل الشياطين، وهو كفر بالله عز وجل. ولهذا جاء في الإسلام إنكار السحر وأن الساحر يقتل، وقد قتله جمع من الصحابة، منهم عمر وابنته حفصة وجندب بن كعب رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد صح، قال الإمام أحمد رحمه الله: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. فمن يقول أنه يجوز نقض السحر بالسحر؟ هذا أمر باطل، لأن الله حرم السحر تعلما وتعليما، تحريما مطلقا، ولم يستثني من ذلك شيء. فمن خصص الذي يعالج بالسحر خصصه بالجواز، فإنه قد خالف ما دل عليه الكتاب والسنة من غير دليل يعتمد عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، أي السجود للشمس حين تشرق أو تغرب، قال: تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة. نعم، لو وجد في هذه الأمة من يسجد للشمس فإنه يكون بهذا تحقق ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولذلك سد هذه الذريعة وحسم هذه المادة حماية للتوحيد وإبعاد للأمة عن الشرك. فإذا وجد من يوافق الكفار في السجود للمخلوقين فإنه تحقق ما تخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته، ويكون هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدا للذريعة وحسما للمادة. نعم، كل ما يتعبد به المشركون فإن هذه الأمة منهية عنه، حسما لمادة الشرك وحسما للتشبه بالكفار، لأن التشبه بالكفار يؤدي إلى اعتقاد ما هم عليه وإلى مشاركتهم في الكفر. فمنع التشبه نفسه هو من سد الوسائل المفضية إلى المحذور. وهذا الدين ولله الحمد كامل، لا يحتاج إلى زيادة ولا إضافات، ولا أن يجلب إليه من عبادات غير المسلمين. وإن ظهر لبعض المغرورين استحسان هذا الشيء فإنه مردود وباطل. والإسلام كامل ولله الحمد: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا حاجة إلى إضافات وزيادات واستحسانات من قبل بعض المخدوعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. ومن هذا الباب هو منع التشبه بالمشركين، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الستر في الصلاة، وهي من سنن الصلاة، وأمر بها صلى الله عليه وسلم المصلي. ولكن كان إذا صلى إلى عمود أو إلى عصا مركوز بالأرض فإنه لا يصمد إليه صمدا، وإنما يميل عنه يمينا أو شمالا، منعا للتشبه بالذين يعبدون هذه المخلوقات
ويسجدون لها، فهذا سد للذريعة ومنع للتشبه بهم ومخالفة لهم، لأنهم يقصدون السجود لهذه المخلوقات ويصمدون إليها. الرسول خالفهم ومال عنها. نعم. قال: ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى ما يعبد من دون الله، كالصلاة إلى الصنم أو إلى الصليب أو إلى الصورة. نهينا عن الصلاة واستقبال هذه الأشياء منعا للتشبه بالكفار. نعم. قال: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. ومن ذلك أن المصلي إذا صلى وفي قبلته وجه رجل مستقبلا له يكره هذا، بل يميل عنه، لأن في قصده واستقباله فيه تشبه بالذين يعبدون المخلوقين. فإذا كان أمامك شخص جالس ووجهه إلى قبلتك فإنك تميل عنه ولا تصمد إليه. أما إذا كان الشخص الذي أمامك معترضا نائما أو كنت خلف ظهره فلا بأس بذلك. قد كانت عائشة رضي الله عنها كانت تضطجع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن لو كان إلى المصلي ظهر الجالس لا بأس بذلك، بل يكون هذا من السترة. نعم. قال: فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات. نعم، الشريعة قطعت مشابهة الكفار في الجهات، فلا نصلي إلى هذه الأشياء ونصمد إليها منعا للتشبه بالذين يعبدونها من دون الله عز وجل. وفي الأوقات نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منعا للتشبه بالذين يسجدون لها عند طلوعها أو عند غروبها. نعم. قال: وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. وإذا كنا منهيين عن استقبال قبلتهم في الصلاة وأمرنا بأن نستقبل المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ولا نستقبل غيره من ما يستقبله اليهود أو النصارى، قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. قوله وما أنت بتابع قبلتهم، هذا فيه منع للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أن يستقبلوا قبلة اليهود والنصارى في الصلاة. فإذا كنا منهيين عن مشابهتهم في الجهة التي يستقبلونها في صلواتهم فلأن ننهى عن التشبه بهم فيما يعبدونه من دون الله من باب أولى. وذكر الشيخ رحمه الله الفرق بين الجهة وبين المعبودات من دون الله، أن الجهة جهة الاستقبال شريعة تتغير بتغير الأحوال، والله جل وعلا يشرع لكل ملة ولكل أمة ما يناسبها ولكل وجهة هو موليها. وأما ما يعبد من دون الله فهذا محل وفاق ومحل إجماع أنه لا يجوز في جميع الشرائع النبوية، أنه لا يجوز عبادة غير الله عز وجل، فلا يجوز التشبه بهم في الصلاة إلى ما يعبدونه من دون الله، وإن كان المصلي يقصد بعبادته وجه الله، لكن إذا صلى إلى ما يعبدونه من دون الله فقد تشبه بهم،
في الظاهر وفي الصورة. نعم. قال: أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما نعم. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم، السجود لغير الله وعبادة غير الله محرمة بإجماع الشرائع، لم تأتي شريعة بإباحتها. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أبدا ليس هناك شريعة نزلت من السماء في عبادة غير الله عز وجل، لا من الجن ولا من الإنس ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من الأحياء ولا من الأموات، بل العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. قال: وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. ومما نهينا عن التشبه بالكفار فيه هذه الجلسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يتكئ على يده اليسرى وهو جالس في الصلاة فنهاه عن ذلك، لأن هذه جلسة الذين يعذبون وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. قال: وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواهن أبو داود. نعم، فالنهي عن الاعتماد على اليد في الجلوس منهي عنه على كل حال، سواء كان خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة، وهذا من باب أولى. نعم. قال: ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. نعم، المسلم لا يقصد التشبه بهم، بل قد لا يعلم أنهم يجلسون هذه الجلسة. نعم. ولكن الرسول منع منها سدا للذريعة ومنعا للطرق المفضية إلى الشرك. وإن كان فينا الآن من ينادون بفتح الوسائل، وأن هذا من التشدد، وأن منع الوسائل هذا من التشدد في الدين ومن الغلو، فلا اعتبار بنعيق هؤلاء. هذه أدلة الشرع واضحة ومستفيضة في سد الوسائل التي تفضي إلى المحاذير من الشرك والمحرمات والمعاصي. وقد عقد ابن القيم لذلك فصلا طويلا وهو قاعدة سد الذرائع، وذكر أن هذه القاعدة لها 99 دليلا أو 99 وجها، ذكرها في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. الشيخ، لو كان هذا لحاجة، مع مرض ولا وجع، نعم، لو كان اتكاؤه في الصلاة أو في غيرها لحاجة، كان لحاجة زال المحذور، إنما إذا كان لغير حاجة. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. نعم، ورد النهي عن التخصر في الصلاة وهو وضع اليد على الخاصرة، وهي ما استدق من الجنب من فوق الورك من الجانبين، فإن اليهود تفعل هذا في صلاتها، فنهيت هذه الأمة عن التشبه بهم وهو التخصر في الصلاة. نعم. قال: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. قال: وقال هشام أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وهكذا رواه مسلم في صحيح. كل هذه الروايات مع الأثر الوارد عن عائشة تدل على التشبه بهم في هذه الصفة، وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، لأن هذا من فعل اليهود، فنحن منهيون عن التشبه بهم من جميع الأمور، لا سيما في أمور العبادات. نعم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر
فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذه أيضا صفة أو تسمية ثانية للتخصر، وهو أنه يشبه الصليب، يشبه الصليب، فنهي عن فعله لأنه نوع من التصليب في الصورة. نعم. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود. نعم. أكمل. من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر، ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال الشيخ: وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. قال: ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. نعم. وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله: فلا تفعلوا، فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ نعم. ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا، فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ، أو ضعف تأثير أو ضعف تأثيرها، إما أن يكون في نفسها أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه. نعم. هذه المسألة التي أطال الشيخ رحمه الله الكلام فيها مسألة مهمة، إذن ماذا نتناولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، نأتي إلى هنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.